يسعد صباحكم واهلا بكم بحلقه جديده من صباح الشرقيه، يوم جديد وامل يتجدد وبدايه يومكم وبدايه اسبوعكم يا رب تكون مليانه بالخير والبركه. حلقه جديده منوعه بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي، خلينا نبداها باهم العناوين. هناك بعض الشخصيات الكرتونية أو الخيالية تسكن ذاكرتنا ورؤيتها دوما يوقظ الذكريات والمواقف الجميلة اللي كانت تحدث معنا في أيام الطفولة. ومن هذا المنطلق طرحنا سؤال حلقتنا التفاعلي لليوم اللي هو أكثر شخصية كرتونية أو خيالية تأثرت بها بطفولتك وما ذكرياتك معها؟ كيفية استقبال فصل الصيف دون التعرض للإنهاك الحراري؟ هذا ما راح نتعرف عليه من الدكتورة الصيدلانية كارينا الحواري من استوديوهاتنا في دبي. مبادرة شبابية وطلابية تحيي اليوم العالمي للطب البيطري في السليمانية بإقامة مهرجان التوعية لتربية الحيوانات الأليفة. كيفية حماية الهاتف من الاختراق الإلكتروني والإجراءات الصحيحة للتعامل مع الهاكرز، هذا ما راح نتعرف عليه من المدرب الدولي والأستاذ الجامعي غسان عمانوئيل. معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق يشهد توافد زخم كبير من كافة المحافظات والفئات العمرية. أما الأخبار المنوعة لليوم، مشهد يؤسر قلوب متابعين أحد الأطباء والسبب الزرافة جيري، وامرأة أمريكية تحطم الرقم القياسي كصاحبة أطول أظافر في العالم، فكم يبلغ طولها يا ترى؟ باقي التفاصيل راح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم. أما هاشتاج حلقتنا لليوم شخصية خيالية تأثرت بها بطفولتك وشون كان تأثيرها؟ طبعا تقدرون تشاركونا آراءكم كل شخصياتكم الخيالية بالأخص أفلام الكرتون على الكيو ار كود يظهر اسفل الشاشه، حياخذكم مباشره لصفحتنا عبر الانستغرام وتقدرون تشاركون كل ارائكم وتعليقاتكم. قبل ان نبدا حلقتنا خلينا نشوف حاله الطقس والاجواء في عموم العراق. ونبدا حاله الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 25 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 30 درجة مئوية غائم وبعد غد 30 درجة مئوية مشمس. أقصى درجات الحرارة من الممكن أنه تصل في بغداد إلى 32 درجة مئوية. والموصل درجة الحرارة اليوم في الموصل 26 درجة مئوية غائم، من المتوقع أن يكون غد 22 درجة مئوية ممطر وبعد غد 19 درجة مئوية أيضا ممطر. أقصى درجات الحرارة من الممكن أن تصل في الموصل إلى 27 درجة مئوية. والبصرة درجة الحرارة اليوم في البصرة 33 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 34 درجة مئوية ممطر وبعد غد 34 درجة مئوية غائم. أقصى درجات الحرارة تصل في البصرة إلى 36 درجة مئوية. أما أربيل درجة الحرارة اليوم في أربيل 25 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 21 درجة مئوية ممطر وبعد غد 21 درجة مئوية أيضا ممطر. أقصى درجات الحرارة من الممكن أن تصل في أربيل إلى 26 درجة مئوية. كانت هذه حالة الطقس في عموم العراق. حلقتنا لليوم، أكثر شيء كان يمكن أنه يدهشنا ويشدنا لمشاهدته لساعات طويلة في أيام الطفولة هي أفلام الرسوم المتحركة والشخصيات الخيالية، حيث أنها سكنت ذاكرتنا
حاملة معها مواقف طريفة وذكريات جميلة ممزوجة بالبراءة وحب التعلم، طبعاً لكسب مهارات أخلاقية مختلفة. ولطالما أن الدراسات أثبتت أنه 70% من الأطفال يمكن أنه يتأثر سلوكهم من بعد مشاهدة الشخصيات الخيالية وينعكس على معتقداتهم وأفكارهم المستقبلية. لذلك حبينا أن نطرح سؤال حلقتنا التفاعلي لليوم عليكم مشاهدينا وعلى الناس اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا، اللي هو أكثر شخصية كرتونية أو خيالية تأثرت بها في طفولتك وشون كانت ذكرياتك وياها. خلينا نتابع الاستطلاع التالي مع جوان من بغداد. يسعد صباحكم مشاهدين قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. سؤالنا لليوم يقول: ما هي أكثر شخصية كرتونية أو خيالية تأثرت بها بطفولتك وشنو ذكرياتك وياها؟ خليكم ويانا نسمع آراء الناس. احكي لي شنو أكثر شخصية كرتونية أو شخصية خيالية تأثرتي بها بطفولتك وشنو ذكرياتك وياها؟ والله أنا أكثر شيء كنت أتفرج على سبيس تون، فكنت أتفرج على كرتون اسمه إيميلي. هي تحكي عن بنية انه كانت كاتبة وشاعرة وطموحة، والاستاذ مالتها شلون يخرب طموحها، فمع ذلك انه استمرت وحاولت الى ان صارت كاتبة مشهورة، فأنا تأثرت هيجي بيها. شنو ذكرياتك وياها؟ هل مثلا حاولتي تقلديها؟ طبعا اكيد، احنا من صغار دائما نحاول نقلد اي شيء نشوفه، بعدين تبدي شوي شوي تتكون شخصيتنا وتصير احنا شخصيتنا ثابتة وهيجي. فأكيد كنت أحاول إنه أكتب وهيش، وطلعت من عندي والله موهبة. يعني أتذكر مرة من المرات كتبت إنشاء بالمدرسة والمدرسة مالتي ضلت تقول هذا مو من عندش مو من عندش، فيعني شخصي من وراء الكرتون. يعني بسبب كرتون اكتشفت إنه عندي قابلية إنه أكتب. والله هي أكثر شيء توم وجيري، بس يا إنه أكثر هيك كوميديا وهيك. ذكرياتك ويا هالكرتون؟ والله يعني هيك طفولة حلوة، و يعني الجمعات أنا وإخواتي وهيك، ونختار بين الشخصيات فتيات القوة. شنو أكثر شخصية كرتونية أو خيالية تأثرتي بها بطفولتك وشنو ذكرياتك وياها؟ إحنا جيل الثمانينات، من صرنا وصورنا لحد هاي اللحظة إحنا نحب الكرتون. توم وجيري، جلندايزر، بومبو، سنافر، ثني يعني ابد يعني مو مثل هذا الجيل. اصيحهم اطفالي اقول لهم تعالوا تفرجوا ويانا، احنا العصر نحب نباوع كرتون، يعني يطلع العصر، يقولون لا على اليوتيوب ما نحب كرتون. فاقول لابوهم يعني ما احنا جيلنا وين وهم جيلهم وين. والله هو قلت لك يعني اتذكر يعني خصه توم وجيري لحد هاي اللحظه يذكرني ببيتي بغرفتها، يعني الله يرحمها لحد ما ماتت تحب توم وجيري ويانا تتفرج، هي علمتنا على الكرتونات. يعني مغامرات كانت مال عدنان الولينا، كانت مغامرات حلوه، اي مطارده وهاي كنا نحبها من كنا صغار، كلش نتاثر بها كنا. اضافه الى كابتن ماجد، فلا كرتون كابتن ماجد، كودن طوبه ورياضه حلوه، كنا هم متعلقين بها بذاك الزمان. ذكرياتك ويا هالكرتونين، هل مثلا انه كنت تشوفهم ورا الدوام لو شنو بالضبط؟ نعم، كنا من الحلم المدرسه اكثر شيء نحبه، نشتاق انه بالمدرسه من نجي نشتاق لانه نريد بس نوصل البيت على مود نشوف هذا الفلا كرتون، لان تعرفين هو هذا الفلا كرتون كان مشهور وله طعم، خاصه كانت بطفولتنا يعني، وتعرفين كان البث القنوات يعني قليله ذاك الزمن. اي كنا هذا الكرتون بالاخص انه نعزه كنا ونحبه. أكثر شخصية كرتونية أو خيالية تأثرت بها بطفولتك وشنو ذكرياتك وياها؟ شخصية سندي باد حلوة، قصص يومية شكل يومية وحدة، وحتى مرة يعني جيت أقلدها جيت من السطح، إي أقلدها يعني شخصية حلوة ويومية قصة يعني مشوقة يعني مشوقة. أكثر شيء كنت أحب جورجي أو ساندي بيل. ساندي بيل خصوصا تاثرنا بها لان رحله معاناه وعلى ما لقت اهلها وهيك شيء، فكلش حبيناها
ذكرياتنا احنا كان التلفزيون يعني ينفتح بوقت معين، نرجع من الدوام اطفال، نرجع من الدوام نخلص دراستنا، يلا عندنا مثلا ساعه بالستة المغرب كان من يطلع ننتظره يعني فد شيء، لان تدرين الذكريات معلقه بالمتن، عاد مثلا والدي الله يرحمه كان موجود ويانا، فنفتحه بهذا الوقت نشوفه نستمتع به، وراها بعد نخلص بقيه الدراسه ونتجه للنوم على مود ثاني يوم عندنا دوام. والله صراحه هي كرتون جليندايزر يعني بوقتها من طفل اتذكر احنا كنا ننتظره يعني يوم 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 بالضبط، كان يطلع يوم جمعه اتذكر، تدرين قبل كانت ماكو الساتلايت وغيره يعني، فكنا ننتظره بس الجمعه يعني. أكثر شخصية ممكن تكون هي سندباد، لأن كان يسافر ويستكشفه هواية، فطلعت أنا كثير السفر. أيوة عندك جريندايزر، عندك نيلز، هم كان كلش كارتون حلو يحكي شو عن ريف السويد وما ريف السويد، عندك جيم، عندك أكو كان كارتون خيال علمي اللي هو جيمي نيوترون. شكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم، وشكرا لك جوانا على اعداد هذا الاستطلاع. مثل ما شفنا نسبه كبيره من الناس متاثرين ببعض الافلام الكرتون او بعض الكاركترز اللي موجودين بافلام الكرتون، لانه ذكرهم بطفولتهم وجمعات الاهل وجمعات الاخوان، فهذا الشيء يترك اثر ايجابي لهم. من هذه المواضيع نروح لموضوعنا الثاني، مع اقتراب فصل الصيف قد يكون الفرد منا عرضة إلى حالة من الإنهاك الحراري نتيجة التعرض لدرجات حرارة عالية، خصوصا أن رافقتها ارتفاع نسبة بالرطوبة. طبعا والنشاط البدني من الممكن أنه يتأثر، وهذا ما قد يتحول إلى ضربة شمس اللي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان. ولكن ما هي الإجراءات اللازمة للوقاية من حدوث الانهاك الحراري؟ هذا ما راح نتعرف عليه اليوم من ضيفتنا اللي تواجدت ويانا في الاستوديو، الدكتوره الصيدلانيه كارينا الحواري. صباحك واهلا بك بصباحنا كارينا. صباح الورد والجمال حبيبتي. اهلا بك. بالبدايه كارينا خلينا نعرف مشاهدينا عن الانهاك الحراري. اكيد الانهاك الحراري من اسمه هو الشعور بالتعب والانهاك وفقدان الطاقه وحتى التشويش الذهني نتيجة الفقدان الكبير للأملاح في الجسم والسوائل. الأملاح عادة تستخدم يعني لمعادلة الشوارد الحرة الناتجة من التفاعل الشمسي مع الجسم، والماء عادة ما يستخدم في تعديل درجة الحرارة في الجسم نتيجة التعرق الزائد، وبالتالي هذا بالإشي يعني بيأثر على حجم الدم، بيصير في انخفاض في حجم الدم، وأكيد يعني بيوازي الشعور بالتعب والإنهاك وكل هاي الأمور. طيب كارينا، هل من الممكن أنه تتأثر أعضاء الجسم في حال تم التعرض إلى أشعة الشمس لفترات جدا طويلة، أو حتى مو لأشعة الشمس بشكل مباشر وإنما للحرارة بشكل مباشر؟ أكيد. هلأ كل الأعضاء سبحان الله بتتفاعل، ابتداء من الجلد اللي يصاب اللي هو بزيادة الأكسدة، الالتهاب، زيادة الحساسية، الإحمرار، كمان التعرق يمكن يعني يأثر على المسامات، يسبب اللي هي إغلاق في المسامات، زيادة حبوب الشباب وغيرها، هذا على مستوى الجلد. على وطبعا الحروق الشمسية أكيد. أوكي. على مستوى مثلا الجهاز العصبي، زيادة اللي هو التعرض لأشعة الشمس مرتبط بزيادة إنتاج السيروتونين المرتبط اللي هو ناقل عصبي مرتبط بالسعادة، بس كمان مرتبط بالمزاجية وزيادة الإثارة والتهيج والعصبية وغيرها من الأمور. فبالتالي زيادة التعرض للحرارة وللشمس تلاقي إنه الإنسان صار أكثر عصبية، أكثر تكسير للخلايا العصبية، بالتالي حتى موضوع أنه الإنسان يمكن يفوت في أمراض عصبية هو بغدا عنها. موضوع حجم الدم، لأنه بينقص حجم الدم نتيجة التعرق، فبينقص الماء في الدم
فبينزل حجم الدم. اوكي، فبتلاقي انه عضله القلب لازم تشتغل بكفاءه اكبر لضخ نفس كميه الدم لباقي انحاء الجسم، خصوصا انه صار تمدد في الاوعيه الدمويه، بالتالي يجب ملء هاي الاوعيه الدمويه والدم وكل الضغط رح يجي على القلب، لازم يزيد الضخ لا اللي هي توزيع الدم بشكل مناسب. كمان موضوع اللي هو تكسير البروتينات، بتلاقي انه الجسم فات في عمليه كيتوسيس، بتعرفي كل ما زادت الحراره احنا رح نزيد تكسير البروتينات بجسمنا، فبالتالي بتفوتي في حاله كيتوسيس اعلى، بيزيد انتاج اللي هو الفضلات النيتروجينيه في البول، بتلاقي البول مكثف ومليء بالفضلات النيتروجينيه، هذا الشيء بيزيد العبء على الكلى، بتلاقي سبحان الله كل الجسم اتاثر بالحراره وبالإنهاك الحراري ويعني زاد الضغط على كافة أنحاء الجسم. طيب كارينا، شنو هي الفيتامينات اللي ممكن إنه إحنا نركز عليها بفترة الصيف أو بداية ما يعني فترة ما قبل الصيف على مود إحنا نقلل من التعرض للإنهاك الحراري، وشنو هي الفيتامينات اللي لازم نبتعد عنها تماماً؟ أوكي، هلا اكيد احنا حكينا عن الاكسده، المفتاح الاساسي اللي هو منع او تقليل الاكسده، عشان هيك احنا بنستخدم سان بلوك، هو الهدف انه تقليل وصول الاشعه الفوق بنفسجيه اللي هي اليو في اي واليو في بي لداخل الجسم عن طريق اللي هي زياده الحاجز، وعن طريق اللي هي سواء للضوء او لا اللي هو للشمس الاشعه نفسها الفوق البنفسجيه. فاهم شيء انه نستخدم الفيتامين سي، اوكي، سواء اورالي او سواء كسن بلوك، يعني قبل السن بلوك هو بيعمل لايت بلوك، اوكي، ففي فرق ما بين لايت بلوك وسن بلوك، بنستخدمه قبل الواقي الشمسي وبنضع الواقي الشمسي، والواقي الشمسي فعليا يمنع وصول واختراق الاشعه فوق البنفسجيه، فهو لا يحمي فقط الجلد وانما يحمي الجسم بشكل عام من اختراق الاشعه وزياده الحراره، اوكي؟ ففيتامين سي، الفيتامين اي سواء اخذناه اورالي او وضعناه بعد، اذا وضعناه قبل الفيتامين اي يزيد الاكسده، بالتالي لن يعني احنا ما بدنا نحطه قبل، بدنا نحطه ككريم بعد. وبدنا ناخده اورالي من 50 ل 200 مايكروغرام، وكمان اللي هي كثير مهم انه نعرف انه بيغطي 6 ل 8 ساعات بعد الوضع، اذا حطيناه يعني بعد ما تعرضنا للشمس بغطي 6 ل 8 ساعات، وهو يعتبر كاسح الشوارد الحره او العمليات الاكسده. موضوع السيلينيوم كمان جدا جدا مهم، ان ناخذ 200 مايكروغرام يوميا، واذا صار حرق شمس يفضل يعني مثلا تعرضنا للشمس بطريقه كبيره وصار في حروق شمسيه، فعليا العلاج بيكون عن طريق اخذ اللي هو فيتامين اي 200 ل 400 انترناشونال يونت خمس مرات باليوم. خمس مرات باليوم بس لمدة يوم أو يومين، هذا بيكون اللي هو هيك حل سريع للتعامل مع حرق الشمس وعملية الأكسدة الكبيرة اللي نتجت. يعني يأخذون الحباية مع الفيتامين اي خمس مرات باليوم؟ خمس مرات باليوم، هذا إذا تعرضت لحرق شمس واضح، اوكي، بتاخده خمس مرات باليوم، هذا اجراء اللي هو علاجي، اوكي، بس انا عم بحاول ادلكم عليه لانه فعلا الناس ما بتعرف عنه. اول مره اسمعه اساسا. بس بتاخده مره لمرتين، يعني يوم ليومين، يوم ليومين بس، بعدين بتوقفوا اخده، بترجعوا للدوز الطبيعيه اللي هي 400 انترناشونال يوم يونت يوميا فقط. فهي 200 ل 400 انترناشونال يونت خمس مرات يوميا لمده يوم او يومين، هذا للتعامل مع حروق الشمس. كمان في موضوع الزنك اوكسايد، تعرفوا كريمات السمات اللي بيستخدموها للاطفال، هذا يعتبر سن بلوك يعني قوي جدا، فاذا مثلا كنتوا حاسين وانكم رح تتعرضوا لشمس مثلا الظهيره او مثلا رايحين على المسبح وخايفين من انه مثلا ما يكون معكم ووتر بروف سن بلوك او شيء، فيكم تستخدموا هالكريمات، اوكي منظرها ابيض ومو حلو بس اكيد رح تعطيكم فعاليه في الحمايه. هلا من ناحيه الاغذيه، كل شيء في مضادات اكسده كثير مهم، ولكن بدنا نبتعد عن الجزر، تتذكري حكينا عنه المره الماضيه، الجزر لانه يسوي تلون باللون الجلد، بيسوي تلون وبيزيد الاكسده. كمان نفس الشيء البقدونس والكرفس، وكمان اللي هو الليمون الحامض، بحكي لك حتى ما تمسكيهم، يعني انت لو مسكتيهم اوكي وتداولتيهم بايديك يفضل غسل الايدين قبل التعرض للشمس. فكتير مهم هذول. حلو هاي المعلومات كارينا، واول مره نسمع بها بحلقتنا وبصباح الشرقيه. طبعا عندنا خبر منوع، خلينا نشارك مشاهدينا ونشاركش بهذا الخبر المنوع. طبعا على الرغم من تاثير درجات الحراره او حراره الطقس على صحه جسدنا، الا ان هناك دراسات
أكدت أن استجابة الجسم للبرودة أو الحرارة تختلف ما بين الرجال والنساء، حيث كشفت دراسات أن النساء يشعرن بالبرودة أكثر عند الجلوس في غرفة ذات درجات حرارة نموذجية مقارنة بالرجال. كما لاحظ فريق البحث في الولايات المتحدة أن هناك اختلافات قليلة بين الجنسين في الاستجابة للحر أو البرد الملحوظ، وذلك بعد أن أجرى الباحثون تجارب على شباب أصحاء ونحيفين من كلا الجنسين يجلسون في غرفة يمكن التحكم في مناخها، وقد أتم إخضاعهم لتحليل العديد من العوامل الأيضية. كما طلب منهم الجلوس في غرفة لمدة 5 ساعات، ووجد الباحثون اختلافا حيث أن النساء أكثر عرضة للشعور بالبرد من الرجال، والرجال أكثر عرضة للشعور بالحر، وذلك لأن النساء بدأنا في إجراء تغيرات التمثيل الغذائي في وقت أقرب من الرجال مع انخفاض درجات الحرارة، مما ساعدهن على البقاء دافئات، وأدى ذلك إلى ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم الأساسية عند التعرض لدرجات حرارة أكثر برودة. طبعا هذه واحدة من الدراسات اللي يعني نشاركها مع مشاهداتنا أيضا ومشاهدينا، أنه هل فعلا أنه النساء تشعر بالبرد أكثر من الرجال؟ أكيد. ليه؟ لأنه إحنا عندنا اللي هو يعني عادة الكتلة العضلية، الكتلة العضلية أقل، وعادة إذا كانت المرأة نحيفة بيكون نسبة حتى الدهون منها كبيرة، تلاقي إنها رح تشعر بالبرد أكثر. كمان اللي هو موضوع الاختلاف الهرموني ونزول حجم الدم عند الدورة، فبالتالي بتلاقي إنه اللي هو الدورة الدموية وضخ الدم لا يصل للأطراف، تلاقي إنه صار في شعور في برودة بالأطراف اللي هو سواء الأطراف السفلية أو العلوية، فبتلاقي سبحان الله إنه الطاقة في الجسم تستخدم لتغطية مساحة يعني مش بالضرورة مغطية تماما بالدم، والتروية الدموية بتكون أقل. هذا الشيء الرجل لا يعاني منه، بتلاقي أكله أكبر لأنه التمثيل اللي هو العمليات يعني التمثيل الأيضي عنده أعلى، بتلاقي إنه استهلاكه للكالوريز أعلى، بالتالي الطاقة الداخلة أعلى، وبنفس الوقت اللي هو الكتلة العضلية أعلى، وبنفس الوقت ما عنده مشكلة اللي هو نزول الدم في فترة الدورة الشهرية. حلو، نرجع لموضوع الحماية من الشمس والحماية للتعرض للشمس. طبعا معظمنا ننسى فقرة إنه إحنا لازم نحمي أطفالنا، حتى إذا كنا طالعين على البحر، طالعين على مكان أو مطلعين على منتجع، من الممكن أنه ننسى فقرة أنه نحمي أطفالنا من أشعة الشمس. وأيضا بعض الدراسات أظهرت مثل ما ذكرتي قبل شوية أنه السن بلوك المخصص للأطفال من الممكن أن يكون أقوى ويستعمل للكبار أيضا، فخلينا نتحدث شوية عن هذا الموضوع. هلا اكيد يمكن يستخدم للكبار بس مش بالضروره انه اقوى. اهم شيء في السن بلوك انه ننتبه انه بيغطي اليو في اي واليو في بي. البي اللي هي سن بلوك، فبي اوكي هي اشعه عاليه الشده اوكي هي ما تسبب الحرق. اليو في اي هي اشعه يعني متوسطه لمنخفضه الشده ولكن تسبب عمليه الشيخوخه تخترق الى مسافات اعلى. فاهم شيء ننتبه انه السن بلوك يعني يكون يغطي يو في اي ويو في بي وينحط قبل 15 ل 30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس. كثير من الناس بحطوه بينزلوا على المسبح فيعني ما لحقوا يمتصوا بالضبط، وخصوصا في موضوع الأطفال تلاقي ما انتبهوا، إمهم حطت لهم عند المسبح ونسلوا على المسبح، لا امتصت البشرة ولا شيء، فما بيشتغل كبارير يعني بدوب بهالماء وبيروح وخلص. كمان عملية تجديد وضع ودهن السن بلوك يعني كل ساعة لساعة ونص يجب التجديد، لأنه أنت عم تتعرض لأشعة قوية، بالتالي قد ايه بدها تمتص يعني هالسن بلوك عم بيمتص الأشعة وبيمنع وصولها للجلد وبالتالي تسبيب الإحمرار. إذا أنت ما أعدت الترطيب وأعدت اللي هي دهنه بالتالي لن تحصل على الفائدة. كارين، الأشخاص الأكبر سناً واللي يعانون من مشاكل في القلب أو حتى الضغط، هل من الممكن أن يكونون أكثر عرضة للإغماء أثناء التعرض لدرجات حرارة مرتفعة؟ أكيد. هلأ زي ما حكينا بينخفض حجم الدم بالتالي بينخفض الضغط. الأشخاص الكبار معظمهم بيعانوا من الكرونيك ديزيزز، واحدة منها اللي هي سواء ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، فبالتالي في عندهم عدم توازن في اللي هو مشكلة ضخ الدم، حجم الدم، التروية الدموية، في منهم عندهم تسارع فبصير عندهم خربطة كبيرة، وبنفس الوقت يعني طاقة جسمهم بتكون عملياتهم الأيضية أقل كفاءة. صحيح. فيجب الانتباه لكبار السن، إذا كان عندهم مشاكل ضغط ما في داعي لإنهاكهم بالتعرض
أشعة الشمس بكميات كبيرة، كمان بزيد التوتر على الجسم، بزيد الأكسدة، بزيد العصبية، تلاقي إنه الإنسان يعني الطبيعي الصغير بالسن تعب، فما بالك بالكبير بالسن. حلو، طبعا موضوع كلش مهم وممتع كارينا. وعندنا سؤال حلقتنا التفاعل ايضا ممتع، سالتك اني قبل الحلقه وشاركتيني بعض التجارب مع اطفالك، انه هل من الممكن انه انت او اطفالك تتاثرون؟ انت طبعا تاثرتي بهواي كاركترز يعني شفتيها على ارض الواقع وبطفولتك، خلينا نحكي اول شيء عنك، شنو هي الكاركترز اللي تاثرتي بها؟ افلام الكرتون. شوفي هلا ايامنا كان اي حدا يعني من جيلنا انا من جيل الثمانينات اوكي، فاي حدا من جيلنا حيحكي لك انه كان عندنا معاني بالرسوم وفي افلام الكرتون مش موجوده هلا، زي سالي مثلا، سالي كان فيه تضحيه، جورجي، ليدي كله كان فيها تضحيه، فاحنا وكان فيها اللي هو الهارد ورك، انك انت لازم تبذلي الكثير من المجهود لتصلي لتحقق يعني لتحقيق احلامك، فاحنا يمكن اكتسبنا هاي المسج من خلال الرسوم اللي نشأنا عليه، انه لازم انت بحاجه للتضحيه ولبذل الجهد الكبير للوصول لاحلامك، ولازم يكون عندك احلام. بالنسبة لأولادي طبعاً بتعرفي يعني أيامهم، خصوصاً أنا ابني بكر، يعني البكر ولد، فكان بحب سبايدر مان، بحب بنتن، هاي الأشياء اللي فيها اللي هي ترانسفورميشن، تحول. يمكن هذا الفرق بين جيلنا وجيلهم، إنه هم عندهم موضوع اللي هو الخيال العلمي، الخيال العلمي، وإنه الإشي بيتم بطريقة أوتوماتيك، يعني مجرد إنك تتتش الواتش اللي هي ساعة بنتين انت رح تتحولي، مجرد مثلا ما عملتي هيك رح يطلع الحبال ورح تتسلق العمارة. فيمكن هذا الفرق اللي احنا ما عشناه وهم عاشوه، اللي هو عملية السرعة وعملية التسارع الغريب، يعني وانه الاشياء يمكن عملها بطريقة اوتوماتيك مش بطريقة تحتاج لجهد، وهذا الشيء انعكس على شخصياتهم كمان. فبتلاقي انه هم يعني بيطلعوا للوصول لنتائج بطريقه اسرع منا. صحيح يعني اختلاف بين الجيلين واختلاف بين الرسائل اللي نحضرها بشكل يومي. صحيح. كارينا الحواري شكرا لوجودك بصباح الشرقيه، دائما الحديث ممتع وياك، وان شاء الله نشوفك بحلقات ثانيه. ان شاء الله حبيبتي، ودائما بستمتع معك. شكرا لك كارينا. نرجع أذكركم مشاهدينا في حال فوتوا حلقات سابقة أو فقرات سابقة من صباح الشرقية، كل اللي تقدرون تسوونه تروحون على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حيأخذكم مباشرة لصفحتنا عبر اليوتيوب وتقدرون تتابعون كل ما فاتكم. والآن ننتقل وإياكم إلى محافظة السليمانية، حيث تم فيها إحياء اليوم العالمي للطب البيطري بإقامة مهرجان لتربية الحيوانات الأليفة وتوعية المجتمع حول الطرق الصحيحة للتعامل مع الكلاب والقطط والطيور، وذلك بمجهود طلابي وشباب عملوا بهدف تثقيف الناس حول أنواع الحيوانات الأليفة وطرق إطعامها وسبل الوقاية من الأمراض الناتجة عنها. فخلونا نستمتع وإياكم بهذا المهرجان عبر التقرير التالي وراجع لكم. لليوم العالمي طب البيطري، احنا مثل طلاب من الجامعة السليمانية من كل المراحل، عندنا بعض الستيج ومجموعات من الطلاب يشرحون اشياء للناس العوام، وعندنا مواضيع كثير مثل كيف نبني الحيوانات الأليفة وشون نقدر نطعمهم وشنو اطعماتهم مثل الكلبة وبزونة والطيور أيضا، وعندنا ستيج الخاص للحوم الألحام وأنواعها، كيف نعرف هذا اللحم نقدر نأكلها أو لا، مثل اللحم السمك والحيوان والدجاج. وعندنا ستيج الآخر يتكلم على البيض، هذا البيضة قديمة ولا نقدر كيف يعني نعرف هذا البيض قديم ولا نقدر نأكلها أو هذا كلش صالحة للمأكل. بالنسبة ليوم الطب البيطري أو طب البيطري في العالم، تعتبر هاي ليس فقط يوم طب البيطري، احنا نسميه يوم تعليم المجتمع،
لأنه إحنا كل يوم نتعلم من لا شيء إلى شيء. فالناس الموجودين حسب هاي المهرجان أكثريتهم ما يعرفون شلون يتعاملون ويا الحيوانات، وشني هي أنواع الحيوانات، وشني الأدوية والعلاجات اللي يستخدموها. اليوم مسوين مهرجان على مود يوم العالمي للطب البيطري، جايين خالين ستاندات، كل ستاند يحكي على شغلة، ذولا على الطيور وجايبين طيور وياهم، احنا نحكي على الكلاب ونعطي معلومات على انه شلون تربوهم، الاكل اللي تعطوهم اياه، الانواع مالتها والانواع الامراض همين شلون تتجنبون منها. وهاي هنا الستاند مال القطط، وهناك دا يعرضون كلاب مالتهم واللي الكلب اللي احلى والكلب اللي هوايه متمرن، حيعطوهم مثل هدايا. أهمية هذا اليوم هو للتثقيف كثير من الناس اللي ما عندهم خلفية حول أهمية تربية الحيوانات أو الطيور بشكل عام، فنريد نبين لهم أهميتها من حيث التربية أو من حيث الأمراض اللي تنتقل من الحيوانات، أو مو شرط إلا بس حتى الأسماك. يعني احنا ننطي امراض اسماك، امراض الطيور، وامراض الحيوانات بشكل عام. فلين ليش لهذه الامراض، مو بس تربيه، يعني مو فقط لاجل تربيه وبيع وشراء، لا لا، اكو طيور لطيور زينه تتربى بالبيوت، يعني لها علاقه مباشره ويا الصحه العامه للاولاد، للناس الموجودين بالبيت اللي يربون الطيور. انتقال الأمراض من الحيوان ومن الأسماك ومن الدواجن للإنسان، يعني مو فقط من الحيوان. طبعا هذا المهرجان هو سنوي، قام تحت إشراف كلية الطب البيطري جامعة السليمانية، إضافة إلى اشتراك العيادات الخاصة، إضافة إلى طبعا طلبة كلية الطب البيطري بجميع المراحل، الصف الثاني والثالث والرابع والخامس، كلهم مشاركين في عرض هذا المهرجان. تلاحظ انه سنة على سنة انه الناس قامت تهتم بالحيوانات، خاصة الكلاب والقطط، إضافة إلى الطيور طبعا. الغاية من عنده هو توعية، يمكن معرفة الناس بأنواع الأمراض اللي انتقالية، تنتقل هذه الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان. تقرير جدا جميل. نرجع ذكركم وشاهدنا بسؤال حلقتنا التفاعلي، اللي هو شخصية خيالية تأثرت بها في طفولتك وكيف. طبعا هو من التعليقات وصلتنا اليوم، هو من الذكريات، وطيبة كاتبة أنه أنا متأثرت بشخصية خيالية أبدا، لكن معلمتي بصف الأول ابتدائي كانت ولا زالت الشخص اللي أشوفه قدوة وشي لامع بحياتي، رغم أنه أنا هسه عمري 30 سنة، والحد الآن هي لمستها ولمست شخصيتها وتأثرت علي بطريقة إيجابية. أيضا بعض التعليقات وصلتنا أنه الأفلام الكرتون القديمة بالأخص ويا جماعة الأهل، سندريلا، وأيضا كابتن ماجد، الحسناء والوحش، ماروكو، كل هذه الشخصيات أثرت بمشاهدينا وبالأشخاص اللي شاركوا بتعليقاتهم لليوم. من هذه المواضيع مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع سمراء إيسا. صباح سمراء. صباح الخير رولا. يعني إيسا صباحك ويوم السعيد. وكنا نحكي قبل شوية أنه عن الكاركترز أو الشخصيات الخيالية اللي أثرت بيك، أنت شخصيا عندك شخصية خيالية أثرت بيك؟ أكيد هي الرسوم المتحركة اللي كانت بفترة الطفولة. فترة الطفولة كانت تقريبا بحسها مؤثرة أكثر من الرسوم المتحركة اللي هلأ عم نشوفها عند الجيل الجديد. فأكيد في كتير رسوم متحركة أثرت طبعا من جيل إلى جيل يختلف. أيضا ضيفتنا اليوم ذكرت نفس الموضوع أنه
الجيل اللي احنا عشناه غير الجيل اللي دا يشوفه اطفالنا، وغير الرسوم المتحركه بالضبط. اللي دا يشوفه اطفالنا. جيلنا نحن كان ربما التركيز في رسوم متحركه على موضوع القيم والاخلاق والخير، والخير الذي ينتصر في الاخير. بعدين بحسها بالجيل الجديد صارت لا، ممكن الشر ينتصر يعني عادي. خلينا نشوف اخبارنا لليوم. صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى اولى فقراتنا الاخباريه لنهار اليوم مع هذا الموجز الإخباري من برنامج صباح الشرقي. انحسر المنخفض الربيعي النادر الذي ضرب العراق والخليج العربي وبلاد الشام وأجزاء من إيران بعد موجات الأمطار الغزيرة، وتشير خرائط الطقس الجوية إلى انتهاء المنخفض الذي حمل أمطارا رعدية غزيرة واستمر 6 أيام. في الموصل تعيش أحياء هناك مفارقة غير مسبوقة مع غرق مناطق كاملة بالسيول، فيما تعاني أخرى من انقطاع مياه الشرب منذ أسابيع. ويقول سكان محليون إن اللجوء إلى الآبار هو الحل المتاح حاليا برغم المخاطر الصحية والبيئية. أعادت الإطلاقات المائية والسيول الحياة إلى أهوار الجبايش في ذي قار، والتي استقبلت مجددا سائحين من داخل العراق وخارجه. ويقول زوار المحافظة إن كرم الضيافة لا مثيل له، غير أن المرافق السياحية المليحة بالأهوار بحاجة إلى خطط أكبر وأفضل. ننتقل إلى مدينة كربلاء. حذرت أوساط بيئية في كربلاء من تسجيل خسائر زراعية غير مسبوقة جراء الأمراض التي تفتك بالمزارع، والتي لم تعرف شكل المكافحة الجوية النظامية منذ سنوات. ويقول فلاحون إن أمراضا مثل الدباس وذبابة الخوخ بطشت بالمزارع، فيما انعكست قلة مكافحة الحشرات حتى على المناطق السكنية المحيطة بالمزارع، فيما بات يعرف بموسم غزو البعوض. أما في البصرة فقد تباينت ردود الفعل حول التسعيرة الجديدة للوقود، فيما يقول أصحاب المحطات إن حركة البيع تراجعت بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من كون القرار تجريبيا ولمدة 3 أشهر وهو قابل للمراجعة، غير أن أهالي البصرة يرفضون ذلك. ننتقل إلى شمال إفريقيا، بالتحديد إلى الجزائر. افتتحت مدينة البليدة أو البليدة كما تسمى أيضا موطن معظم الزهور والنباتات الطبية الأكثر ندرة في الجزائر، افتتحت معرضا للزهور بهدف إحياء تقاليد المدينة من أجل تعريف الأجيال الجديدة بها. وشهدت فتيات يتزينن بزهور ويحملن ورودا، يسرن خلف مواطنين بملابس تقليدية، يمتطون خيولا خلال موكب افتتاح المعرض في المدينة المعروفة باسم مدينة الورود، والتي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة. تجولت سيارات قديمة كلاسيكية في شوارع وسط القاهرة في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي السيارات والرحلات المصري. وقال علي حلمي عيسى رئيس نادي السيارات والرحلات المصري إن المارة وقفوا يشاهدون العرض الذي ضم 60 من أجود وأندر السيارات الكلاسيكية في العالم. وجدت القطط والكلاب الضالة بالأردن اهتماما ومأوى في مركز بمأذوبة ينقذها من الشوارع ويتيح لها فرصة البقاء على قيد الحياة. ويأوي مركز أصدقاء الحيوانات الصامتة، والذي تأسس في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي 2023، حاليا أكثر من 400 كلب ونحو 300 قطة، وقد تم إنقاذ كل هذه الحيوانات من مناطق سكنية. وتقول ريم صاحبة المشروع إن فكرة تأسيس المركز جاءت من جهدها كناشطة في مجال حقوق الحيوان بعد أن لاحظت زيادة في عدد هذه الحيوانات بالشارع. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري الصباحي، نعود لاستكمال باقي فقرات و
مواضيع صباح الشرقية مع رولا. إليك رولا. شكرا إيش سمراء على هذه الأخبار المنوعة، ويومك سعيد. ويومك أسعد. نرجع أذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو شخصية خيالية تأثرت بها في طفولتك وكيف كانت. وصلتنا هواي تعليقات، سالي وحرفيا كنت أنقهر عليها، إيميلي، كارتون جورجي، بعض الشخصيات مو خيالية ولكن تأثروا بها، عدنان ولينا، هزيم الرعد، جليندايزر، كل هذه الكاركترز أو كل هذه أفلام الكارتون تأثروا بها جيل معين. ولكن في بعض الدراسات أظهرت أنه مشاركة الأهل مع أطفالهم 20 دقيقة باليوم ومشاهدة هذه الشخصيات الكارتونية والاستمتاع بها مع أطفالهم من الممكن أنه تساعد الطفل على تطوير مهاراته وأيضا تزيد من نسبة ذكائه، ومن الممكن أنه تنمي خياله بشكل جيد. وأيضا بعض الأفلام الكارتون أو بعض الرسوم المتحركة من الممكن أنه يتحدثون باللغة العربية الفصحى، ولحد الآن إحنا ما شايفين أي أفلام كارتون من الممكن أنه تأثر بالطفل بشكل مباشر مثل الأفلام اللي تتحدث باللغة العربية والكاركترز يتحدثون باللغة العربية. فهذه واحدة من الإيجابيات اللي من الممكن أنه إحنا نستخدمها ونشارك أطفالنا بها. أيضا بعض السلبيات من الممكن أنه شاركوا بعض الأمهات سلبيات مشاهدة أفلام الكرتون بشكل مستمر، من أنه الطفل يكون خامل ويبتعد أيضا عن الحركة ويبتعد عن اللعب. فلازم إحنا بس نحط له 20 دقيقة باليوم على مود ننمي مهاراته ونطور من ذكائه ونبتعد عن الخمول ونبتعد عن قلة الحركة. من هذه المواضيع مشاهدينا ننتقل إلى استوديوهاتنا في أربيل مع زهرة وزين. يسعد صباحكم، وشنو هي الكاركترز اللي تأثرتوا بيها؟ يسعد صباحك يا رولا وكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. يجوز اليوم كلنا شوي رجعنا بالذكريات اللي ورا، وصلنا نتذكر شنو الكرتون أو الشغلات الخيالية والشخصيات الخيالية اللي كنا نتابعها وتأثرنا بها بفترة، خصوصي بفترة الطفولة. تعرفين أي طفل يشاهد أي شيء لازم يتأثر به، وممكن يبلش يقلده أو يلبس بطريقة معينة أو يحكي بطريقة معينة. فأنا عن نفسي كنت نحكي أنا وزين، قلنا يا ترى من الشخصيات من نتذكر؟ راح أقول سندريلا، لأن كنت دائما أشوفها هي المظلومة واللطيفة والحلوة، فجزء إحنا أغلب البنات كلش حبيناها بذاك الوقت. صحيح، على حسب كل جيل. بس خلي أصبح على زين وأشوف شنو رأيه. صباح الخيرات على سهرة وعلى رولا وعلى كل المشاهدين. يسعد صباحك زين. مثل ما قالت زهرة، احنا كنا نحكي هسه قبل الجو، كنا نحكي ونسأل بعض من الشخصيات اللي تأثرنا بها من احنا كنا صغار. انا يمكن شوي اميل لكونان، اعتقد محقق كونان كل الشباب كانوا يصيروا مثل كونان هيك يحققون بالقضايا، حتى من كان هو يخدر توغوموري كنا نقلدها هاي الحركة. ف كل واحد متأثر بشخصية. أنا عن نفسي ممكن أكثر متأثر بشخصية كونان، لأنه كانت ذكية وكنا نطمح إنه إحنا نكون أشخاص بمثل مستوى اللي هو كان واصل له. شنو عندك رولا؟ خلينا نسمع. صحيح زهرة وزين، طبعاً معظم الرسوم المتحركة اللي إحنا نتابعها جيلنا والجيل اللي قبلنا إنه عنده رسالة سامية، إنه لازم نتعب، لازم نوصل، لازم نحقق نجاحاتنا، لازم أكو رسالة أو أكو هدف دائما بالأفلام الكرتون اللي نتابعها. حتى بخصوصا إنه سألتيني الأفلام الكرتون اللي أحبها، كل أفلام ديزني القديمة، الفيرجن الأول مال سندريلا، الحسناء والوحش، النسخة الأولى اللي تكون مدبلجة للهجة المصرية أو اللهجة العربية أو اللغة العربية الفصحى، هذا الشيء كان يأثر بيا. ولحد الآن أنا يعني كبرت وبعدني أستمتع بهذه اللحظات، ودائما ترجع ذكريات الطفولة. فهي حسب الرسالة وحسب الكاركترز اللي موجودين، معظمهم يعني هدفهم السامي أنه يحققون نجاحاتهم ويطورون من نفسهم. فهذا الشيء يمكن أثر بينا إيجابا إحنا جيل التسعينات شخصيا، أنه دائما نحب أنه نوصل لأهدافنا ونركض وراء أهدافنا ونحققها. هذا رأيي أنا شخصيا. وانتهت فقراتي من استوديوهاتنا في دبي، مستمرة وتابعة وياكم من استوديوهاتكم في أربيل. شكرا لكم. شكرا لك يا رولا والفقراتك من استوديو دبي، ومكملين وياكم مشاهدينا من استوديوهاتنا في أربيل. نرجع نصبح عليكم ونقول لكم سؤالنا التفاعلي الموجود على انستغرام الشرقية يا زين. شخصية خيالية تأثرت بها في طفولتك؟ طبعا أحمد كاتب أني كابتن ماجد، لأنه أحب الكرة وأعشقها وكنت أتمنى أصير
ويمتلك نفس مهارات أغلب كابتن الشباب ماجد. أغلب الشباب كانوا كلش يحبون كابتن ماجد. سلام دان لأنه كرة القدم يعني هي من شغلات مفضلة عند الشباب، فالكل كان يأيد كابتن ماجد. هنا أنا همين دا أقرأ، همين قرأت فعلا سارة كاتبة سندريلا كانت الشخصية اللي فعلا حبيتها وتأثرت بيها، وحظ الحلوات قليل بس هي راوتنا أن حظها بالأخير صار حلو. وسيف كاتب يا زهراء أنه أنا ما كنت أتأثر هواي لأنه أعرف أنه هاي شخصيات وهمية جدا، لكن كنا نتقمص بعض هاي الحركات اللي كانوا يسووها واللي كنا إحنا من كنا صغار نتابعها. إذا شخصيات متعددة وممكن إحنا نكون قد تبعناها ولي حدثة لازلنا نقلدها ببعض المواقف، لكن رح نعوف التعليقات مشاهدينا هسه ونروح لفقرة ضيفنا لصباح هذا اليوم. إذا لم تعد ميزات الخصوصية والحماية داخل أعدادات التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي من الأمور التي قد لا ينتبه إليها المستخدمون، نظراً للجهود الكثيرة والعمليات التجسس التي تصير والاختراق في الآونة الأخيرة، وناهيك عن رسائل التعرف على المعلومات الشخصية والتهديدات الرقمية، فكيف يمكن حماية هواتفنا من الاختراق الإلكتروني وما الإجراءات اللازم فعلها بعد عملية التهكير؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفنا المدرب الدولي والأستاذ الجامعي غسان عمانوئيل. صباح الخير عليك غسان. صباح النور، شكرا لك. صباحك صباح. اليوم موضوع جدا مهم، جزء هواي من الأشخاص يتعرضون إلى هواي مواقف على خلينا نقول هاي المنصات، فأحكي لنا شوي اليوم عن أكثر الإشاعات خلينا نقول التهديدات الواضحة بالإشاعات الموجودة حاليا. صراحة بشكل عام أغلب المستخدمين الفيسبوك والإنستغرام لازم يعرفون أنه سنوياً شبكات التواصل الاجتماعي تتعرض إلى اختراقات هواية من خلال الأكاونتات مالتها من داخل الشركة وخارج الشركة. من داخل الشركة تقريباً فوق 500 مليون أكاونت تم تهكيره وسرق المعلومات للفيسبوك والإنستغرام، طبعاً هذا الشيء هم منزليه على صفحتهم الرسمية. المستخدمين اللي عندنا حاليا تيستخدمون مثل احنا وانتم اللي عندهم اكونتات على الفيسبوك وانستغرام، عبالة انه الخصوصيه هي مجرد انه هو فقط يقفل الاكونت مالته وينزل الصور اللي تعجبه وهذا انتهى الموضوع، بعد ما حد يقدر يهكره او ياخذ منه معلومات، بس التهكير يعبر هاي المرحله لان اكو هوايه طرق يتم عليها عمليه التهكير، من ضمنها ارسال لينكات، ارسال صور، صوره واحده فقط لشخص معين من خلال هاي الصوره نقدر نعرف احنا المعلومات الكاملة مع الشخص، وين موقعه الحقيقي اللي هو طق بالصورة، نوع الجهاز اللي يستخدمه، الباكراوند مع الصورة نفسها عن طريق جوجل سيرج انجن اللي هو الايمج نقدر نعرف حتى المكان اللي هو طق بالصورة. ففقط مو فقط يعني انه اذا هو كان حسابه برايفت هو غير قابل للاختراق، فاكو هواية طرق قابلة لاختراق الشخص عن طريق التواصل وياه. الطريقة الصحيحة اللي هي تتم اختراق انه يتواصل وياه الهكر، لازم يتواصل وياه. فاحنا اللي عبالنا انه اشخاص ما يتواصلون ويانا هم اشخاص يعني غير مؤذيين او لغرض فضول او شيء، بس اي شيء دزه هو هذا الشخص اللي احنا ما نعرفه من الممكن بسهوله جدا يتم اختراق حساباتنا به. غسان اليوم احنا ايش قد بامان بعصر الاي اي والسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا صرنا من زمان بي بس هسه اكو عالم اي اي والتقنيات الجديده، ايش قد احنا اليوم نقدر نقول احنا بامان اليوم؟ بصراحه الحماية الإلكترونية بشكل عام هي يعني 1%، إحنا معرضين للاختراق بنسبة 99%. الذكاء الصناعي تيستخدم حاليا في عمليات الاختراقات السريعة، من ضمنها عملية يسموها الفيشنج اللي هي أنه أنا أستدرج الضحية بإيميلات وبمسجات معينة وبلينكات صور، أنه أخلي بس يضغط على الصورة ويضغط على اللينك ويضغط على الإيميل، أتعقبه لفترات محددة وأشوف شنو النمط الحياة اللي هو عايش بيه، وبعدين عن طريق النمط اللي هو عايش بيه بسهولة جدا أعرف شلون أنا أقدر أخترقه. هذا كل الذكاء الصناعي قام يسرع هاي العملية، قام يوفر لي هاي الإيميلات، قام يوفر لي هاي اللينكات بطريقة سريعة جدا. قبل فترة كان أكو بنية على الإنستغرام نزلت بوست هي قاعدة في فندق، طبعا الفيديو موجود كان على الإنستغرام قبل فترة، فكتبت بوست تعليق قاعد تشوفوا أنا قعدت في فندق جديد وحبيت أراويكم المكان الحلو بيه. خلال 3 دقائق أكو ولد نزل بوست قال البنية قاعدة بفلان مكان وبفلان غرفة وبفلان طابق بفلان فندق.
وطبعا طلع الفيديو كامل شلون توصل هاي النقطه عن طريق فقط هو قاعد بالبيت عن طريق فقط اللينكات اللي هو استخدمها. فالموضوع مو بهالسهوله، الموضوع كلش صعب ومعقد، بس اكو هوايه تقدرون حاليا يختبروه تيسوون بيه تجارب وتخترقون هوايه عالم حاليا. زين احكي لنا شلون بهالطريقه شو ممكن نحمي نفسنا، يعني هل انه فقط ما نشارك معلومات جدا دقيقه على السوشيال ميديا او انه اكو طرق ثانيه ممكن نحمي نفسنا بها؟ الطريقه الصحيحه انه ما ننزل معلومات صحيحه وحقيقيه ومكشوفه لنفسنا، هي الطريقه الوحيده، لان هم نرجع ونقول من صوره واحده نقدر نعرف المكان وكل شيء معلومات عن الشخص. فاذا اني انزل هوايه معلومات وهوايه صور عني تضمن، يعني مثلا اذا انا انزل صوره باب بيتي وانزل صوره غرفتي وانزل صوره انا دا استخدم اللابتوب، اذا شخص يجمع بس هاي الصور حيعرف موقعي وين، بيتي وين، مكاني وين، بس يجمع الصور انا انزلها، وين انا اماكن اروح المطاعم اللي انا ارتادها يوميا او اسبوعيا. فالمعلومات يتم تجميعها مو بصوره واحده فقط، بعده صور ومرات بصوره واحده. فهاي العمليه اذا انا انزل صوري بصوره مستمره اي شخص يقدر يهكرني بطريقه بسيطه جدا، يقدر يعرف معلومات عني خصوصيه وعامه. فيفضل دائما تقليل وتحديد كميه المعلومات اللي احنا ننزلها على السوشيال ميديا، فقط خلي تكون معلومات اللي الشخص يريد يبينها للعالم، مو اي معلومات عامه. طيب نعم. شنو عرفنا من شنو هي معلومات التعرف الشخصيه اللي هواي منا قد يجهلها وهو يستخدم السوشيال ميديا بشكل يومي؟ احنا بشكل عام عبالنا رقم الموبايل او مثلا خلينا نقول الايميل هو فقط الطريقتين الوحيده اللي يقدر الهكر يعرف معلومات عنا، لانه اغلب العالم ايش عبالهم انه اذا شخص هكر ايميل يقدر يهكر حساباتي الالكترونيه، بس بالحقيقه هذا الشيء مو صحيح. المعلومات الشخصيه اللي كل واحد يمتلكها بينا هي رقم الموبايل، اسمه الشخصي، معلومات الكامله مالته، اساميه على التواصل الاجتماعي، رقم الهويه مالته، رقم السياره، من خلال رقم السياره وموديلها فقط حاليا نقدر نعرف السياره مكانها وين ووضعيتها شنو، وش قد عليها غرامات، وش قد صار لها مسجله، من خلال فقط اسمه عن طريق جوجل نقدر نعرف ايش كم بوست هو معلق عليه لغير اشخاص. إذا ويا الاسم مالته نقدر نكتب امتدادات البي دي اف والوورد وغيرها، نقدر نعرف بيا مكان نازل اسمه كليست بلائحة مثلا عن طريق الهويات الأحوال المدنية وغيرها، مثل ما صار قبل فترة بالتليجرام تسربت هواية معلومات الأشخاص اللي من ضمنها هويات الأحوال المدنية وغيرها، نقدر نعرف حتى أسامي خواته، أخوانه، أبوه، أمه، البطاقة الشخصية مالته، هوية الأحوال المدنية، بطاقة تموينية، يعني كل شيء نقدر نكشف عنه بس من خلال بس أرقام الشخصية. فكل شيء يتعلق بالشخص هو يعتبر طريقة وأداة لتهكيره. زين بهاي الحالة يعني إذا هيك الموضوع انسكيور، تعرف أكو المشاهير خلينا نقول هم أكثر عرضة لهذا الشيء بسبب إن هم ينزلون تفاصيل حياتهم. نعم. شلون ممكن إنه خلينا نقول هاي الفئة تحافظ على هذا الشيء؟ طبعا مثل ما تعرفون هواي اكو اكونتات تتهكر بصوره مستمره، اكو هواي مشاهير يقولون احنا اكونتات تهكرت واحنا نشتغل ويا فلان شركه، فلان شركه تحمي اكونتاتنا وهاي الشركه تكون معتمده من ميتا ومن انستغرام ومن فيسبوك. بس بشكل عام لانه الشركات كامشتها ايجنسيز اللي هي شركات ثانيه خلينا نقول الاداره بالضبط، هذول هم يكونون مسؤولين عن الحمايه، يوفرون تو واي اوثنتيكيشن، التزام عن طريق الموبايل، عدم فتح لينكات. اذا تلاحظون بعض البيجات المشهوره من اكو اشخاص تنزلهم لينكات يقول له احنا ما نضغط على اللينك، دز لنا صوره الخبر، صوره فقط. ما يقول له دز لي اللينك، ليش؟ انه اي ضغط على اي لينك من الممكن يعرف الاي بي مال الشركه، اي بي مال المنطقه، حتى المزود الخدمه الانترنت اللي الشركه تسحب منها هم تطلع بالسيستم. فالطرق الوحيده هي تقليل تنزيل المعلومات الشخصيه، تنزيل كشف معلومات الحقيقيه مال الشخص، لان اغلب الاشخاص باسورداتهم هي اساميهم الشخصيه، اسامي احد من اقربائهم، المواليد، الكابيتال والسمول مال اسم الدلع مالتهم، اسم البيت مالتهم، كل هاي هم يستخدموها بالباسوردات. فمن الممكن عن طريق المحاولات المستمره يتم تهكيرهم. فهاي المعلومات يعني يفضل ما تكشف للعامه. الصور تنزل اماكنهم، موبايلاتهم ما ينطوها لاي شخص ما يعرفه، مثل ما قلنا قبل شويه عدم الضغط على اي لينكات، الاسامي الرسميه مالتهم اللي يستخدموها بغير اكونتات، ايميلاتهم اللي هم يستخدموها بالمراسله ما يستخدموها بالتفعيل مال اكونتات مالتهم تكون غير ايميلات، كل هذا يساعد على عمليه حمايتهم بالحساب. طيب غسان انت ذكرت يمكن اكو بعض اللينكات او الروابط اللي احنا لازم
نكون حذرين وما نفتحها دائما. نعم. لكن بالإضافة إلى اللينكات، هل أكو غير ملفات ممكن قد تسبب أو تساعد الهكرز إنه يدخلون الحسابات؟ بشكل عام أخطر أنواع المسجات التوصل لأي شخص هي لينكات وبرامج. يقول لك مثلا هذا فايل حملة وشغلة، أبسط شيء. أي فايل امتداده EXE أو امتداده لينك، إنه هو باعتباره لينك يفتح أو تنصيب من البرنامج أو حتى ملفات حاليا PDF، أبسط شيء بالآيفون حاليا يجيك لينك أو ملف تضغط عليه يطب على إعدادات الموبايل للآيفون ويطب على البروفايل ويقوم يخلي لك هناك فيروس، يقوم يسوي لك ريمايندر بصورة مستمرة، يشفر معلومات الداخلية ويؤذي التليفون، ما تسوي لك إزعاج خلينا نقول. فأي ملف امتداده برنامج أو أي PDF أونلاين إحنا ما واعين منه، لأن مرات امتدادات البرامج قد تكون وهمية حتى ينصب برنامج ثاني. كل هذا ينصب برنامج داخل بحاسبتك، من الممكن يفتح لك الكاميرا مال اللابتوب، الكاميرا مال الموبايل، من الممكن يسرق معلومات الكريدت كارد مال ما سيستم مالتك، يحولها رأسا للهكر. اللينكات اللي حكينا عليها قبل شوي، وحاليا اكو واحدة من الفيروسات الكلش قوية اللي هي الرانسوم وير اللي تشفر كل الكمبيوتر ويطلب منك انه تدفع له بالبيتكوين حتى يفتح لك التشفير. طبعا هذا بعد ما بي اي تفتح تشفير، هي مجرد خدعه انه حتى يدفع له الفلوس. وهذا الشيء ضرب اوروبا قبل 3 سنوات تقريبا ودمر هوايه مؤسسات تعليميه ومؤسسات صحيح. وشركات خدميه. فكل هذا يعني يفضل عدم الاستخدام. بس بشكل عام نرجع ونقول يفضل استخدام انتي فايروس بالحاسبه، يفضل دائما عدم تنزيل اي برامج وملفات يعني من مواقع غير معروفه، دائما يفضل مراقبه الشخص لتصرفاته عبر الانترنت وعلى حاسبه. زين اعطينا هسه فد خطوات معينه اي شخص عادي يتابعنا اليوم ممكن يسوي فد سكيورتي كامل لحساباته بالترتيب. هو بشكل عام اكو هواي خطوات، من ضمنها تفعيل التو واي اثنتيكيشن على الموبايل. الايميلات اللي تستخدم بالتفعيل مال الاكونتات تكون غير الايميلات الرسميه اللي يستخدموها للتراسل والتفاعل ويا غير اشخاص. يفضل ايضا تفعيل الكود جنريشن او الهاش جنريشن الموجود جنريتر الموجود بالموبايل، انه يعطيك كود وعن طريق هذا الكود انه اذا تزامن ويا السيستم مال الكمبيوتر مال البروفايل يلا يفتح الكمبيوتر، فيبقى الموبايل يمك بس انت تقدر تفتحين به. اكو بعض الطرق الاخرى اللي هي عدم اضافه الاشخاص اللي ما نعرفهم، لانه مرات اكو بعض الاشخاص اللي احنا نضيفهم كاصدقاء يسوون ارسال لكل الفيروس لكل الاشخاص اللي حولهم بالفريند ليست، فهذا الشيء يخلي الاشخاص يضيفوهم ويدوسون على اللينكات ويتعرضون للخطر. اضافه الى ذلك عدم مشاركه اساميهم اي شيء يتعلق بالباسورد هم مستخدمين. ما يشاركوه ويا اشخاص اخرين كاسمهم الشخصي، اسم الدلع مثل ما قلنا، البيت نيم، مواليدهم، رقم الموبايل. اكو واي اشخاص حاليا رقم الموبايل مالتهم هو الباسورد، فهي كلها يفضل ما يعني ننطيها لاشخاص اخرين. صحيح. هاي بشكل عام هي الطرق الرسميه والسريعه لحمايه الاكونت. غسان، احنا بعيدا عن الامن السيبراني والسكيورتي، حبينا نسالك من السؤال التفاعل اليوم كان اذا انت كنت متاثر بطفولتك بشخصيه خياليه او بافلام كرتون، منو كانت هاي الشخصيه؟ هو بصراحه يعني اي شخص في مجال الكمبيوتر دائما يعني يتفاعل ويا الاشخاص اللي يحلون الغاز مثل ما قلت حضرتك، مثل محقق كونان، باتمان وغيرهم، دول الاشخاص يولدون من انواع البحث والتفاعل فيخلون متعب بالمشاهده. قمصتها ببعض خلينا نقول نشاطاتك بالحياه بالضبط. نعم. حاولت تقلدها تقريبا هيك شيء. المدرب الدولي استاذ الجامعي غسان، شكرا تواجدك اليوم ويانا بصباح الشرقيه ولمعلوماتك. شكرا لك. شكرا لك. إذن زين ذكر بسؤالنا تفاعلي، شو رأيك قبل ما نروح إلى التقرير؟ أكيد مشاهدينا، إذن شخصية خيالية تأثرتم بها في طفولتكم وكيف؟ طبعا عندي سنة كاتبة ريمي، أنت شنو تقرير سنة؟ يمكن أنا أكتب التعليق. سنة كاتبة الحسناء والوحش. شنو بعد؟ هنا كاتبة شجون الليلة والذئب، يمكن هاي همين من شغلات تأثرنا بيها إنه صرنا نخاف نطلع واحد لأنه هو الذئب راح يجي. يعني كانت عندنا هيك فد مخيلة وإحنا صغار غريبة عجيبة. شو رأيك زين؟ أكيد كل واحد يحب من الشخصية اللي تكون قريب أكثر شيء لشخصيته. أكيد. طبعا زين أنا ياك راح نرجع نقرأ التعليقات بعد ما راح أخذكم إلى معرض النجف الأشرف الدولي. شهدت فعاليات مهرجان التسوق الدولي الشامل بنسخته الثانية عشر،
على إقبالا واسعا وزخما كبيرا بمشاركة أكثر من 200 شركة عربية وأجنبية ومحلية. وقد تضمن المهرجان على العديد من المنتجات المحلية والمأكولات والملابس، عوضا عن وجود قسم خاص للإبداع الفني باللوحات المميزة والأعمال اليدوية. خليكم يعني خلينا نروح إلى هذا المهرجان الترفيهي وراجعين إياكم. طبعاً مبارك لمدينتنا مدينة النجف الأشرف احتضانها هذا المعرض الدولي للتسوق الشامل اللي تشترك به 8 دول عربية أجنبية بالإضافة إلى المحلية العراقية، أكثر من 250 جناح يضم هذا المعرض. هذه السنة قد يكون، وهذا المعرض تحديدا قد يكون مغاير عن سابقاته، باعتبار هنا يعني هناك معرض آخر وجناح آخر تم إضافته للجناح المعتاد والمتعارف عليه. أكيد يعني هي ثورة اقتصادية الآن تشهدها محافظة النجف الأشرف بوجود يعني هذا المعرض التسويقي الشامل اللي بمختلف الأمور اللي يحتاجها حقيقة المواطن النجفي بصورة خاصة والمواطن العراقي بصورة عامة. شفت ناس كلش متقدمة، كلش جاية من كل المحافظات مو بس محافظة النجف، هاي نقطة. والنقطة الرئيسية قبل كنا احنا نروح البغداد بالثمانينات، فذكرتني هاي الأجواء هسه حاليا. زين بالثمانينات قبل وهسه صارت أزيد، صار عندنا انفتاح كلش هواي هنا حاليا ساب النجف ما شاء الله. يعني شوف العوالي براحتها وتمشي براحتها، ماكو شيء يضايقها، ماكو ناس يعني تخنق عليها، الحمد لله والشكر. يعني هذا الانفتاح نعمة من رب العالمين. ثاني شيء اكو شغلات ثانيه جاي نشوف عندنا دول جايه، حضارات مثلا الدول ثانيه، واحنا هم حضاراتنا كذلك بضاعتنا وبضاعتهم، يعني هم تسويق هم يعني شيء استطلاعي ثاني جديد كلش حلو يعني ما شايفيه سابقا. طبعا احنا هاي اول سنه مشاركه لنا داخل المعرض النجفي الاشرف الدولي، والاقبال كان كلش حلو وتوافد الناس من كل المحافظات مو بس فقط من النجف الاشرف. هذا الزخم المواطنين العوائل أنا أعتقد ليس بسبب المعرض نفسه وما يحويه من مواد وغيرها، أعتقد هي مواد متكررة وموجودة في الأسواق إلا ما ندر، لكن ربما هو لانعدام وجود مناطق ترفيهية في محافظة النجف. فأعتقد هو المعرض لمدة 10 أيام فرصة للعائلة النجفية أنه تجي حقيقة تستمتع بهكذا أجواء كبديل عن مكانات أو المولات الأماكن الترفيهية المهمة مثل ما نشوف في بغداد في البصرة في أربيل. هذه السنة تميز معرض النجف للتسوق الشامل بكثرة الأجنحة وتعدد البضائع المنشورة فيه والمعروضة فيه. انعقدت خلال هذه الأيام انعقدت اتفاقيات مع ممثلين لهذه الشركات، وبالتالي أعطت فرصة للشباب أن يحصلون على تمثيل ويعني ممارسة تبادل الأعمال التجارية بين هذه الشركات اللي حضرت في هذا المعرض والأسواق العامة. طبعا لا شك الأسواق تنوعت من حيث نوعية البضائع، وكذلك أيضا في الدول في المحافظة يعني في المعارض السابقة كانت مثلا الدولة تشارك بجناح أو جناحين أو ثلاثة، في حين هذا السنة نشوف مثلا الدولة مثلا المصرية مصر حضرت بها أكثر من 20 إلى 30 جناح، إيران شاركت بقوة في هذه المرة، في سوريا، الأردن، الإمارات، كذلك شفنا بعض السيارات الحديثة الصينية، الشركات الصينية عرضت يعني منتجاتها بقوة ووضوح، وأعتقد كان إقبال كلش كبير. يعني نلاحظ أنه أيام المعرض يبدأ الافتتاح من 3 ظهرا إلى الساحة 11 ليلا، إلى آخر لحظة من 11 نشوف الزخم كبير جدا من العوائل، الأطفال، الشباب. الأجمل ما في هذا المعرض أنه
الحالة الاقتصادية والتجارية ارتبطت بقضية فنية، يعني اللي يجي هنا يتسوق ومع التسوق راح يشوف أشياء جميلة. فرصة كبيرة للشباب هنا عرضوا مجموعة من أعمالهم تعرض لتنمية ذائقة الناس، للارتقاء بذائقة الناس اللي ذهبت بعيد خلال السنوات الماضية. الآن بدأت ترويج للذائقة، مجموعة من الشباب أخرجوا أعمال جميلة جدا، نقدر يعني يقدر كل متسوق كل الجاي لهذا المعرض يشوفها، وهي تشجيعية أيضا للشباب اللي قاموا بهاي الأعمال الحلوة. إذا تناسب الذوق الفني مع الذوق التجاري مع كل فعاليات حياتنا، ارتقاء هو ارتقاء بالثقافة والوعي وسلامة للناس وتفكير جميل بكل حياة الإنسان. المعرض كلش حلو وراقي، أجواء كلش حلوة، أجواء من الناس والهاي كلش حلو، وتونسنا هذا كلش حلو. ها؟ وأهلي والدي ووالدتي وأختي بعد ما صرت إجتها أول سنة إلي. كلش حلو، تونست أنا أختي، دع نفطر ودع نشوف، وأجواء كلش حلوة، لم عوائل هواية، وشفنا أيضا صديقاتنا وتعارفنا كلش هواية. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد ما شفنا الأجواء الحلوة في النجا وبهذا المهرجان وبهذا المعرض الحلو والممتع لأشخاص اللي حابين يتسوقون ويتوضعون، بنفس الوقت اللي حابين همنا يغيرون أجواء ويطلعون شوي من بيت. شفنا حتى الأطفال كانوا مستمتعين بالمعرض. فعلا هاي حلوة للعوائل إنهم يغيرون جو بين فترة وفترة. نتمنى لكل شخص عنده مشروع بدائي إنه التوفيق وإنه يبرز بهيج مهرجانات ومعارض. طبعا مشاهدين نذكركم بسؤال التفاعل موجود على إنستغرام الشرقية، شخصية خيالية تأثرت بها في طفولتك وما هي؟ خلينا نقرأ شوية من تعليقاتكم نشوف شنو هي الشخصيات. هنا زيد كاتب كابتن ماجد، تعليقات شوية متشابهة. كور كمان كاتب باتمان وسوبرمان لأنه كانوا الشخصيات الكلش بارزة بالرسوم المتحركة اللي كنا احنا نشوفها، كنا دائما نخليهم قدوة لنا من احنا كنا صغار لان كانوا يمتلكون مهارات خارقة. مينا كاتبة اكيد الاميرة النائمة لان دائما اشبه نفسي بيها. تحب النوم؟ اكيد تحب النوم هواية شكلها. نشوف تعليقات مختلفة. هنا كاتبة كرتون سالي، حتى صرت اقلدها بشعرها والملابس اللي تلبسها. مثل ما قلنا اكو مرات ناس يعني او خصوصا البنات لانهم اكثر عاطفيه فممكن يروحون انه يقلدون شعر معين لبسه معينه يوصل بهم تاثير الى درجات اعلى يطبقوه يعني بحياتهم اليوميه. بالضبط. من هذه التعليقات ومن الرسوم المتحركه الى اخبارنا المنوعه لحلقه هذا الصباح، كثيرا ما نرى مواقف مشاهدينا مع الحيوانات تاسر قلوبنا بمشاعرها وتفاعلها معنا، فلاسلوب التعامل معها لغة مميزة، وهذا ما شهده دكتور بيطري أمريكي بعد أن حاول تقويم رقبة الزرافة جيري، حيث قامت الزرافة جيري بحضن المعالج اليدوي الذي ساعدها في التخلص من مشكلة في المضغ كانت تعاني منها. وقد نشر الدكتور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لحظات علاج الزرافة وهي تتجاوب معه وتحاول أن تعبر عن فرحها له، وحصد الفيديو على تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك من قال مشككا أن العلاج لتقويم ليس له أي أساس علمي وما يأثر على الحيوانات، لكن اللي شفنا أنه الزرافة كأنه ارتاحت بعد ما عالجها المعالج الأمريكي وتفاعلت وياه بصورة كلش حلوة بحيث قدرت الزرافة تحقق هذا الحب والتعاطف على السوشيال ميديا.
طبعا شكلها كلش حلو فعلا، يعني ماكو احد مستحيل ما يتعاطف ويا الحيوانات اللطيفة، فبرافو عليه. والغير لطيفة همينة الأسود همينة موجودة. طبعا من هذا الخبر مشاهدينا حنروح الى خبر وخلينا نقول الشغف اللي كل الاشخاص يطمحوا له انهم يدخلون موسوعه جينيس، وعدد كبير من الاشخاص كل يوم يحاولون يسوون اشياء جديده في سبيل ياخذون رقم قياسي جديد. بس خلينا نشوف خبرنا اليوم منو اخذ رقم قياسي جديد يا ترى؟ وهي الامريكيه التي تدعى ديانا، دخلت موسوعة جينيس بأطول خلينا نقول أظافر موجودة على الإطلاق، ونشرت موسوعة جينيس منشورا عبر حسابها على الإنستغرام، كتبت فيه أنه طول أظفر ديانا يبلغ 24 قدما، أي طول من خلينا نقول مدرسية صفارة عادية. أما في الوقت اللي استغرقته تعمل ديانا على تنمية أظافرها منذ أكثر من 25 عام، مضيفين أنها تعهدت بعدم قصها أبدا مرة أخرى بعدما هزت حادثة مأساوية مع عائلتها في عام 1997 بعد قيامها بقصها حينها. طبعا غريبة، يعني شو ممكن تسوي أشياءها اليومية لأنه يعني صعب أنه تتحكم، أو يمكن ما تسوي أي شيء حتى تحافظ على اللقب. أهم شيء تحافظ على اللقب، وفعلا كسرت الرقم القياسي وأخذت موسوعة جينيس. أنا أقولها هسه قصيها، تقدرين تقصيها خلاص. أجر الشهرة شوية غالي مرات، يعني مرات واحد ممكن يتخلى عن تضحية هي مو يتصير. إذا إلى خبرنا التالي مشاهدينا، بين يعني التكنولوجيا دا نشوف أنه أصبحت تتسابق مع الزمن باختراعاتها الفريدة. فقد تم صنع أول كلب في العالم الذي يحمل قاذفا للهب، ويعد هذا الروبوت من الاختراعات الفريدة من نوعها، حيث يظهر الكلب رباعي الأرجل ويحمل على ظهره قاذف للهب، ويمكن التحكم به بواسطة وحدة تحكم متصلة بالهواتف الذكية، ويستخدم الروبوت كاميرات مدمجة لتقديم للمستخدم منظور الشخص الأول، في حين تسمح له المستشعرات برسم خريطة المنطقة المحيطة به، وذلك يتجنب بذلك هذا الشيء مشاهدين يتجنب العقبات اللي يمكن أن يواجهها أو يصطدم بها. ويمكن استخدام هذا الكلب الآلي لإشغال ولإشعال النار في أي مكان في المحيط لمدة ساعة كل مرة، مع مدى يصل إلى 30 قدما، بالرغم من أن الشركة المخترعة قالت أن كلبها الآلي قاذف للهب موجه إلى القطاع العام وخاصة منها، ويمكن لإدارة مكافحة الحرائق والوقاية منها وإدارة الأعمال الزراعية والمنظمات اللي تحافظ على البيئة وشركات إزالة الثلج والجليد استخدامه بشكل كبير. يا سلام، بعد وين حيقودنا التكنولوجيا والتطور يا زين؟ بتصير شغلات غريبة عجيبة، بس أهم شيء أنه التكنولوجيا هاي تقودنا إلى الشغلات الإيجابية. فعلا ممكن يفيدنا بطريقة جدا جميلة. من هذا الخبر مشاهدينا، مو بس التكنولوجيا تأثر هسه، حتى السوشيال ميديا شوفوا شو ممكن تأثر على حياة الأشخاص. طبعا بطبيعة حياتنا أكو أشخاص جدا إيجابية، بس ممكن هدول الأشخاص الإيجابية إذا وقعوا بمحنة معينة شو ممكن يحولون هاي المحنة إلى خلينا نقول من سلبية إلى إيجابية. بهاي الطريقة تعاملت الشابة دانييلا البالغة من العمر 24 عام، والتي تعمل كنادلة في أحد المطاعم بمدينة لندن، حيث أن ذكائها ساعدها لتحويل تجربتها السلبية مع أحد العملاء إلى فكاهة، وذلك بعدما تعرضت لصدمة عندما تركت أحد الزبائن إلها أنه خلينا نقول فيدباك سلبي عنها، أنها تعاملت معها بطريقة جدا سيئة ومع عائلتها، وذلك بسبب بكاء طفلتهم. على الرغم من شعور دانييلا بالانزعاج من هاي المراجعة، إلا أنها لم تعد الأمر يؤثر عليها سلبا، بل قامت بتحويل التقييم السلبي إلى فرصة للتعبير عن نكتة عبر حسابها على منصات التواصل، حيث ظهرت بقميص خاص عليه نجمة واحدة وهي تحمل صينية الخدمة،
وعبر دانييلا قائلة: عندما يعطيك أحدهم تقييما بنجمة واحدة لأنك نادلا سيئا، اجعل من ذلك استفادة. حيث وصلت، خلينا نقول، هذا التفاعل على بس هاي الصورة 2.9 مليون مشاهدة. أوف. يعني شوفوا شلون هي استخدمتها بطريقتها، وحطت نجمة، أي قيمة أيضا أن الموضوع نجمة خلاص، وحولتها إلى موضوع فكاهة، وانشهرت من وراها، وانشهرت أيضا، أصفرين الحجرة 2.9 مليون واو. إذن مشاهدينا نرجع لسؤالنا التفاعلي. كوادي يعلقون وكاتبين، عليها من الكاتب دي يقول دراغون بول لأنه كان شخصية مؤثرة جدا بجيلنا من كنا احنا صغار، ودائما كنا نباو عليه بنظرة البطل، فكلنا نتمنى نكون أبطال. فعلا حسن كاتب: راح تستغربون من إجابتي، ولكن توم أند جيري، بحيث جبت فعلا هامستر بوقتها وجبت قطة حتى أعيش هاي الأجواء. هذا من يعني يمكن تأثر بكرتون هامستر، همنا الهامتارو. هامتارو بالضبط، كان موجود هامتارو. شنو بعد؟ ديدار كاتب: باتمان، وحاولت أطير مثله بس ما قدرت. شنو بعد تعليقات؟ باتمان وسوبرمان طبعا كلها شخصيات كرتونية، كنت ما أعرف يمكن أكو من شخصيات أفلام همين احنا شفناها من احنا كنا صغار، يمكن نتأثر أكثر بشخصيات الرسوم المتحركة لأنه احنا نكون أطفال، ونشوف شغلات نتمنى أنه احنا يكون عندنا هاي الطاقات. احنا كبار أكو تطلع هاي الأفلام الخيالية، مرات الشخص جدا يتأثر بالبطل حتى لو ما كان شخصية كرتونية. صحيح، صح، تأيدني زين؟ أكيد أكيد. حتى الأفلام اللي احنا نشوفها على الرغم انه برغم انه هم شخصيات حقيقيه، لكن الادوار اللي هم يتقمصوها اكيد تكون خياليه. صح. فاحنا نتمنى يكون عندنا هيك شيء، طاقات وقدرات انه نكون خارقين دائما، نكون ابطال، ونكون ونعيش هالافلام حقيقه، يعني نكون محبوبين من عند الجميع. طبعا مشاهدينا دائما نقول وقتنا الحلو يمر بسرعه، فوصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا بحلقه جديده. مع السلامه.